لا يبدو المشهد غريبا على أهالي مدينة سامراء بصلاح الدين، فهذا الساتر الكونكريتي الذي يحد المدينة من جهتها الشرقية لحمايتها صار حديث الأهالي الذين انقسموا بين من يطالب برفعه بسبب وقوعه حائلا بينه وبين أرضه الواقع خلفه، وبين مؤيد لبقائه لأسباب أمنية. أذى المدينة بشكل اقتصاديا ومواطنيا، أذى حيل أراضي مال العالم، الناس يتبنى بالأراضي القطع السكنية اللي هي حول الساتر. نطلب من الحكومة المحلية، نطلب من القوات الأمنية أن بكت يساعدونا يرفعون النار غير مكان، يعني الرفع ماله أحسن مما هو فد 20-15 كيلو لغادي. بلدية سامراء أيدت رفع الجدار قائلة إن 2000 قطعة سكنية سيتم توزيعها على مستحقيها بعد إكمال كافة الموافقات، لكن تلك الوجبة ووفق التصميم فإنها تقع خلف الساتر الأمني، إضافة إلى مئات القطع الموزعة رسميا ولم يتم استثمارها بسبب تلك الحواجز الكونكريتية. واجبات ضرورة ملحة لغرض السير بإجراءات رفعة لما تعاني المدينة من حجز لقطع الأراضي التي وزعت سابقا، إضافة إلى القطع التي سوف يراد توزيعها للشرائح المشمولة بالتوزيع، كون الساتر الكونكريتي يحجز أغلب القطع الأراضي بموجب التصميم الأساسي المصادق لمدينة سامراء. وتم إدراج مشروع رفع الساتر الكونكريتي ضمن خطة الأقاليم لعام 2021 وبكلفة تخمينية تصل إلى 1.7 مليار دينار عراقي، لكن العمل على رفعه لم يبدأ إلى الآن. مشروع الساتر هذا مشروع مقار توسعة المدينة والحدود، يعني خلينا نقول الساتر الأمني، هذا مشروع مقار وراح تكتمل إحالته عن قريب جدا، وإحنا ناويين نفتح هذا الساتر حتى نقدر إحنا نستوعب البناء اللي ده يحصل وزيادة في عدد الوحدات السكنية في المدينة. ويبدأ الساتر الأمني بمحور الجنوب الشرقي للمدينة وينتهي عند المحور الشمالي لها، ويمر بحدود 6 مناطق سكنية بالقضاء، منها حي اليرموك جنوبا وحتى حي الجامعة شمالا. أكثر من 10 أعوام مضت على وضع هذا الساتر الذي يبلغ طوله أكثر من 10 كيلومترات، وسط دعوات متكررة بتوسيع المدينة من خلال إبعاد تلك الحواجز الكونكريتية التي باتت تضيق حياة المدينة وسكانها. أحمد جمعة، الحرة، صلاح الدين.